السلام عليكم محمد قدم شو مع الفيديو انت حدك تشوف الفيديو كامل الجيم ده فيديو ده وتشترك في قناة نصيرة تويت مشترك ونضغط لايك ونصيرة اكبر عدد من لايكات ده الفيديو معنا هم شايف شنور بس حاطط المسمار من كتر السرعة بيوريك عامل ازاي واو دي واحد بيتكلم والولد الصغير شال الكرسي من تحتيه راح البنت زجت الكرسي راح نزل بيه على طول وهي ماشية زجاجها من ظهرها راحت مقطعها من الصين دي تيار كهربي بين ماسورة وماسورة دي سيارة كريسماس خبطها راحت نازلة التلج دي سوستة يطلعها لفوق وتروح نازلة فوق هي واحدة بس وشالت عينها ودي جيتار ألوان أحمر دي بيرفع العصاية كده بتروح مغيرة لون كل ما يرفع عصاية بيروح مغيرة لون واو هذا أزرق وأخضر بنفسجي دي تلج واو عامل ازاي طالع من تحت تحت الأرض عامل ازاي واو دي بقى وردة عامل ازاي مرة خدت وردة هيفتحها وبعد كده تفتح كلها مرة دي عربية تمشي كل الاتجاهات كل الاتجاهات تمشي في أي اتجاه وتلف وبص تعمل اي حركة بتعمل يعني انت مثلا حتة ضيقة ممكن تخش جواها دي عربية ماشية على اسمه ايه جسر بيسلمني ازاي مية هتلمس يعني في خطورة ده لأي فيضان ممكن يوقع اي عربية دي بلف دي بيرفع علف ولا بيلف حاجة دي طالعة بالجمباز دي العاب الجمباز واو بص بيلف ازاي واو دي الشكل بيلفه يلف الشكل واو بيلفه لف واو دي بيعمل لون عشان بتاع في السقف يشيل بتاع في السقف يشيله عامل ازاي عمال يشيل في دي برضه بيلفها كورات نازلة تحت كورات دي بتاع بي ام دبليو تحت الشعار تحته الشعار تحت دي بحط العلامة التجارية على القماش حط العلامة التجارية حط العلامة التجارية على القماش عشان مش يتباع دي بتنضف الحاجات قطن اللي على المخدة أي حاجة دي بتنضف القطن على طول واو عاملة ازاي ده بقى بتشفط ولا ايه مش عارفين دي أكياس بتاعت المصانع دي برضه ودي مش عارفين دي الكبنات بتاع اسمه ايه المسدس اسمه مخطوط ده بص بيلفه وبيعمل نظام على حاجة عادي بس هتلاقيها دي مغناطيس ممكن تلاقيه دي مغناطيس ممكن تلاقيه مغناطيس دي مية بس الشمعة ايه الشمعة ورا الكوباية ورا الكوبوس كوبوس ضخمة ظهرتها اللي هي ضخمة دي تليفون خلفية ثلاثية الأبعاد ثلاثية الأبعاد واحد بيشوفها يقول ممكن يمد ايده يشوف اللي جوا ده يبدع كرة السلة بنت حاطين اسمه ايه كاميرا جو برو على كرة السلة واو رش الصابون واو يعني دي رش بيحطه وبيشيل اي وساخة ولا اي حاجة دي شمسية يقول لك ازاي تعملها عشان مثلا في نظرة مش عايز تتوسخ ولا اي نظر يجي عليك يعني بيقول لك ازاي دي ورق الشجر ورق الشجر عليها رسمة عملها على الشمسة الرسمة ظهر على طول الرسمة ظهر دي رسمة جلد رسمة جلد بعمل ازاي بص رسمة جلد واو الدنيا بتاعي دي مادة دي بتاع مقطوع كرسي بتاع العربية مقطوع ولا اي كرسي او اي موش يحط دي الطباخين العاملين بص بيرفعها وتنزل في الكيس على طول يعني مثلا مش بحط البتاع لا دي بتعمل على طول دي واو دي اسمه ايه دي الحاجات الجديدة بتاعت مثلا المنازل اللي تلاقيها ضيقة ولا حاجة دي بتستخدم في اي استخدام سرير اي حاجة دي شراب ده العلاج ده عشان تلفها خليها دايرة هتكبر الدايرة هتكبر دلوقتي واو واو دي بغلف عشان بقى ايه من بعد البلاد اللي بره استيراد بتغلف دي بقى بتغلف عاملة ازاي واو كل خصوصية الاشتراك ناس 300 مشترك واضغط لايك ناس اكبر حلقات ومع السلامة.